التدخل من دفاع المولودية مباشرة إلى التماس من زغدان، هذا اللاعب مسجل آخر أو إلى فعلا لصالح النصرية هذه الركنية. زغدان كنا نشاهد آخر من سجل في نهائي كأس الجمهورية لصالح المولودية، ولو أنه من ركنية مباشرة حولها اللاعب ريال في شباك الحارس. هيا كرة لصالح النصرية، الركنية الأولى منذ انطلاق المباراة ستكون عالية. خروج فوزي شوشي قط على الكرة، فوزي شوشي ويربح بعد اللحظات. نور يعني لعب الكرة في ظل أنه قاسمي يلعب الكرات العالية جيدا، الكرة لعبت ب أرضية ومن الأحد نظن كان يتمنى يلعبها يعني في القائم الأول، لكن تسديدته كانت سيئة وعرف شوشي يلتقط الكرة وكانت عليه خطأ من طرف هريدة. نظن بداية في المستوى من الفريقين يعني راهي لقطة بلقطة، وهذا الشيء يشرف النهائي هذا يعني النهائي اللي احنا مطالبين به حتى اللاعبين أن يكونوا في المستوى يعني ونشاهدوا مقابلة من الطرفين يعني. شاهدنا يوسف بوزيدي في لحظة هدوء ولحظة تركيز. هي كرة صالحة للنصرية، تسديدة من قسمي قوية وشوشي في المكان المناسب. ريبازا أول خطأ من بشيري. أول خطأ من بشيري. رضوان ابن مدينة تلمسان يلعب هذه المباراة، ولن تكون المهمة اليوم سهلة في ظل تواجد أحدى وقسمي مرعب المدافعين اليوم. خارج الكرة عبد النور يعني حتى كما تكلم هشام على بشيري نظن احنا ماذا ما نتمناش، لكن المقابله راح تكون صعبه مع مهاجمين كما تكلمت قاسمي بن علجيه ووالي، يعني لاعبين اللي يحسنوا اللعب يعني في الرواق وحتى في الكرات البينيه، وراح يكون خطر كبير على دفاع فريق مولوديه الجزائر لو تكون الاخطاء اللي عملها بشيري كهذه اللقطه الاخيره. يعني بشيري لو تشوف وجهه تفهم المسؤوليه الكبيره وتخوفه من المباراه، ولو انه هو الاخر لاعب نهائيين خسر واحد امام اتحاد الجزائر وفاز في الثاني امام شبيبه القبائل، وبالتالي يملك من الخبره والتجربه ما يؤهله ربما لمقارعه فريق نصر حسين. صحيح بلال، هي الخبره موجوده ولعب يعني معروف، لكن ليزوتوماتيزم حتى المنافسه اللي هذا الموسم ما لعبش كثير بشيري، وهذا اللي تكلمنا عليه، لكن بشيري يبقى لاعب مدافع في المستوى. يعني نتذكر نهائي اتحاد الحراج ضد شباب القبائل، قريش مكان بن عبد الرحمن كريبازا، يعني الهدف خطا اللي استراتيجي من قريش كلف اتحاد الحراج الهدف اللي هو سجله فارس حميتي. المخالفه تدخل من دفاع النصريه، العوده من كريم غازي مباشره ناحيه الامام. كريم غازي يعني يعني خبرة وتجربة العديد من النهائيات مع اتحاد الجزائر ومع مولودية الجزائر، حتى أنه لعب نهائي كأس تونس مع الدرجة الريالية التونسي وخسره بعدما توج بلقب البطولة مع الترجي الرياضي التونسي. الكرة لمقداد في الوسط يطلبها عبد الرحمن حشود، ولكنه يطلبها قاسم، يلعبها مع قاسم، جميلة من كورمي المراوغة، يفتح اللعب باتجاه عواج ليفضل. كرة جميلة من قراوي، ولكن كورمي لم يصل على هذه الكرة، والتغطية الدفاعية من زميله السابق صدام حمزة مباشرة إلى الخمسة أمتار وخمسين. يعني بلال لما تشوف المردود مولودية الجزائر في 14 دقيقة الأولى يعني شيء جميل، يعني فيه تنويع في اللعب. شاهدنا تكلمنا على يعني تبادل المناصب بين مقداد ودراجة، وهذا شيء جميل بالنسبة لمولودية الجزائر اللي هذه المقابلة الأخيرة ما شاهدناش هذاك المردود المطلوب من اللاعبين، يعني الفورمة الفردية والجماعية ما كانت غايبة، لكن بداية اليوم تاع المقابلة نظن شيء يشرف نوعا ما فريق مولودية الجزائر، تحس باللي فريق رغم النتائج الإيجابية الأخيرة يعني عاد الفريق في الفورمة تاعو. مرتاح لأنه مولودية الجزائر في الجولات الأخيرة أعيد تدريب. صحيح يعني. صحيح. يا ليلى دافي على فريق نصر حسين داهي، انطلق قاسمي والتدخل من الدفاع. نصر حسين داهي بلال ربما أكبر جرعة إيجابية هو أنه أقصى حامل اللقب مولودية بجولة. فعلا، ومن هناك بدأ الحلم يراود بوزيدي وأنصار نصر حسين داهي، لأنه خرج فريق عادت إلى المولودية من خلال الدربي بلال. من خلال الدربي وخاصة الشوط الثاني أمام اتحاد الجزائر الذين أصبحوا يشاهدون المباراة اليوم من على الشاشة. الأفراح ربما ستشهدها مدينة بابلواد كما تشهدها مدينة حسين داي.